عندنا مشكلة الواد في ترلمان. بسم الله. طيب في الدوارة. ايوه. بعد ما طيب في الدوارة اللي يحصل. الكتابة علامة الانجين. لفيت عليها كتير في الآخر بدون كمبيوتر يعني، ربنا كرمنا وحصلت المشكلة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بطل السيارة كده ننزل. هنا في سنسور على الجير بوكس، هنا السنسور طلع سلك مقطوع. السنسور ده السنسور راكب في الجير بوكس، راكب في تفتيش الغيارات يعني، من فوق على الظهر من فوق كده تحت بالظبط. الفلتر بتاع الهواء تحت كده موجود اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح اكتر اهو. غير مقطوع، هذا واحد واحد ركب، واحد مقطوع، بس واحد بس اللي ركب، واحد مقطوع، ده مقطوع. هو ده المشكلة اللي معزي بقى. طبعا هذا 6